مرحبا بكم. في هذه الحلقة ستشاهدون مجموعة من الأشخاص الذين لازمهم الحظ الجيد في أصعب المواقف. مشاهدة ممتعة. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ كاد الحوت أن يقلب هذا القارب بذيله الضخم. من الجيد أنه لم يفعل. تدفقت المياه بقوة عبر هذا الوادي. من الجيد عدم تواجد أي شخص فوق الجسر أثناء انهياره. جبال سويسرا مثالية للتزلج، لكنها خطيرة أيضا بسبب كثرة الثلوج المتراكمة على قممها. كان هذا المتزلج محظوظا خلال الانهيار الثلجي. ما رأيكم؟ هل كانت مجرد مصادفة أم أنه سائق محترف؟ لهذا ينصح بالتوقف على جانب الطريق أثناء العواصف الثلجية القوية. غير الطيار مساره في اللحظة الأخيرة. واثقون أن سائق الشاحنة سعيد رغم كل شيء. كان على مقربة من فقدان رأسه. وكأن العامل أدرك أن العجلة على وشك الانفجار. لم يتم التخطيط لعملية الهدم جيداً فانهار الجسر أثناء تواجد الآلات فوقه، لكن الحادث لم يخلف أي إصابات. أنقذت تلك المطرقة حياته. نجح الموظ في تجنب التصادم مع المتزلجين. إذا كنت لا تعاني من رهاب المصاعد فسوف تعاني منه الآن. سقط المصعد بمجرد أن غادر الركاب في الطابق العاشر.
غادرت المصاد في الوقت المناسب. إنه ماهر في إصابة الأهداف. لن يعمل في مجال قطع الأشجار مرة أخرى. ضغطت الفتاة على الزر الخطأ فربحت مبلغا طائلا من المال. يمكنه أن يلتقط أي شيء بعيدان الأكل اليابانية. نعتقد أنهم محظوظون لأن الثورة لم يكن غاضبا في ذلك اليوم. خبرة المدرب أنقذته من سقوط قوي. لم تكن عملية الهدم موفقة. كان من المفترض أن يتم إغلاق الطريق على الأقل. من الجيد أن السيارات لم تمر عبر الطريق أثناء سقوط البناية. لم تكن المياه عميقة جدا، وبمجرد أن نزل الغواص إلى القاع تفاجأ بسفينة شحن عملاقة تمر من فوق رأسه، واثقون أنه قد أصيب بالذعر. كانت رحلة تسلق الجبال لتنتهي بكارثة لو لم يستعمل هذا المتسلق حبل الأمان. كادت أن تكون آخر مغامرة لهذا الغواص. رد فعل سريع وعضلات ذراعين قوية. لو قاد دراجته بسرعة أكبر لانتهت الرحلة بحادث مؤلم. نجحت في إخافة صديقتها وأنقذت الهاتف أيضا. غاصت الفتاتان تحت الماء في الوقت المناسب. من الجيد أن آلة الحفر لم تتقدم أكثر. كادت الحفلة أن تنتهي مبكراً.
كاد ذلك الغصن أن يخترق جسده. Боженька меня уберег. Что это? Что это, ребята? Вот это каталка. Вот это я сел хорошо. Вот это мне повезло просто. Are you lot ready for this? 20 actually. 20 years old. What? What? Are you mad? نعتقد أنه بارع في قيادة الطائرات الحقيقية أيضاً. لدينا هنا 4 سائقين محظوظين في مشهد واحد. كانت تلك إصابة مباشرة. لم يعرف هؤلاء المغامرون أن الدببة تستيقظ في الصباح الباكر. من الواضح أن الدب لم يكن راضياً بتواجدهم في أراضيه. ليست الأفاعي الضخمة والعناكب لوحدها ما يثير الرعب في أستراليا، بل الشاحنات المسرعة أيضاً. نأمل أن أحداً لم يصب خلال هذا الحادث. التجول في الغابات يمكن أن يكون خطيراً. من الجيد أن المصور تحلى بالشجاعة الكافية. لو حاول الهروب لأصبح فريسة سهلة. أصيب المشاهدون بالهلع بعد أن عجز أحد المظليين عن فتح مظلته، لكنه نجح في فتحها قبل فوات الأوان. هذا كل ما لدينا لليوم. نراكم في حلقة أخرى. دمتم في أمان الله. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.